مفيش اي حاجه خالص، وانا بتصور مع خادم معتوق كوبايه القهوه حمتني، فدخلت على قد ما نقدر جدا غيرت ورجعنا تاني القهوه، فمش عايزه حد يتخض خالص، مفيش حاجه خالص يا جماعه. ضيفتنا دلوقتي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي جدا جدا جدا، كمان بعد ما بقت بتشرفنا وتنورنا كضيف دائم في البرنامج، ابتديت اخش كده زي ما بيقولوا اعز عندها على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعها، واسمع منها المواضيع اللي احنا مش بنطرحها في البرنامج او مش بنتكلم عنها في البرنامج. انتوا كمان بتحبوها، فريق ده بيحبها جدا، وكل الناس لما زي بتقولوا ايه بتتزنق في مشورة او نصيحة او استشارة او نطق حتى لآية او كذا، طول الوقت دلوقتي بقينا نرجع لها. الداعية الاسلامية نيفين مختار منور الدنيا كلها. اهلا وسهلا حبيبتي. شكرا هيك لبيتي الدعوة الكريمة وجتنا النهاردة. وأول حاجة عايزين نتكلم عنها، إحنا بقالنا أسبوعين ثلاثة بنعمل حلقات، بنعمل فقرات عن القايمة، عن النفقة، الستات بقى اللي عندها مشاكل إنها تاخد حقوقها، فإحنا عايزين نعرف أول حاجة حقوق المرأة في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. احنا اتكلمنا في حاجات كتير وحلقات كتير معاكم انتوا بالذات عن حقوق الرجل، ودينا له حقه تالت ومتلت، فمحدش يزعل النهارده لما نقول انه من اوليات الحقوق للمراه حق الحياه. تاني اول مره تسمعيها دي، حق الحياه، عشان حضرتك لما ربنا يقول لك هي من حقها وانا وهبت لها الحياه في الدين الاسلامي، لان كان قبل الاسلام البنات يوقدوها وتموت، فلما جه الدين الاسلامي حرم ده، حرم وقت البنات النساء يعني، فاداها حق الايه؟ الحياه. فلما اداها حق الحياه قال للرجل ايا كان، عشان ما حدش يقول الازواج ومش الازواج، الزوج والاب والابن والاخ وكل ما هو محيط بها، انه يعاملها من حقها الاحسان في المعامله، لان الحياه اللي ربنا وهبها لها دي من حقها تعيشها مستريح. فمش عايزين نقول بقى احنا ناخدها من بيت ابوها ونوديها بيت تاني عشان نعذبها ونقهرها ها، ونعملها بصوره يعني اقربها النهارده وانا في مكان ما، بيقهرها وبيعاملها بصوره لا تتخيليها، لدرجه انها بتقول لي انا مريضه قلب، انا بيجي لي 3-4 جلطات كل سنه منه، انا هموت. فيا جماعه والله ربنا ما قالش كده، حتى الابن اهو راجل اهو أمروا ببر الأم، ها؟ حتى الأخ أمروا ببر أخته، ده أمرونا كمان ببر الخالة اللي هم الأولاد يعني لو بصيتي كده هتلاقي الخالة والعمة والأم كده يعني كلهم، والبنت بقى اللي يزوج بنتين ويحسن المعاملة بتاعتهم. وقعدوا يزنوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له واحدة، فقال له واحدة يدخل الجنة، تاخده وتدخله الجنة، إحسان المعاملة. طب لو كان بقى اللي بتربي البنات واحدة ست وبقت هي الأم والأب بقى، شوفوا دي سببها مضاعف اتنين، يعني لأنها قامت بالدورين، دور الأم ودور الأب. فبالتالي من حقوق المرأة الأساسية حق الحياة، ومن حقها تعيش الحياة كاملة متكاملة في هدوء وسكينة وسلام نفسي. طيب أنا عايزة في حقوق كتير لسه أنا مش أنا أسفة قطعت حضرتك، بس أنا عايزة حقوق المرأة كمان لو جت النهاردة من أول لما تتزوج لحد دلوقتي، مش هنقول عند الطلاق خلاص، لأنه ده في سؤال جه لحضرتك إنه الست اللي داخلة حقها إيه ما قبل الزواج؟ هل حقها ان يبقى عندها مصروف؟ هل حقها ان يبقى عندها حد بيساعدها في البيت؟ هل من حقها انه جوزها يديها او يعطيها من ماله وقد ايه؟ يعني طيب يعني فهمتهم كده عشان اعرف انت عايزه سؤالك ايه. هي من حقها اول ما تتزوج انه ينفق عليها ماكل مشرب ملبس، وان اختلفوا في موضوع العلاج لكن من حقها عند الامام ابن حنبل انها ينفق عليها في العلاج. طيب بيقول لك لا ما ينفقش عليها في العلاج، ليه حضرتك وانت حضرتك واخدها من الشارع ولا واخدها من بيت عيله؟ يعني هي لما تعيا وتترمي في الارض كده ما تديهاش دواء؟ ما تديهاش العلاج بتاعها؟ ما تاخدهاش المستشفى
تعالجها وتنفق عليها. ده امر غريب جدا لما يطلع لي حد من الناس الافاضل ويقول لي هو مش ملزم ان هو يعالجها. ليه بقى ان شاء الله مش ملزم يعالجها؟ دي مش من الشارع، دي بنت ناس وبنت عيله. افترض يا اخي انها ما بتشتغلش، يبقى من حقها انك تنفق عليها وتجيب لها كل اساسيات الحياه. لكن هنختلف في موضوع الكماليات. الكماليات لينفق ذو سعه من سعته. طيب لكن هروح انا دلوقتي ملزم انا اجيب لها عربيه؟ اصل ملزم دي بقت دلوقتي هو ملزم وهي مش ملزمه، بقت دي موضه العصر دلوقتي. اجيب لها عربيه؟ فقلت له لا، في الشرع لا، لكن انت وذوقك، ولو عملت ده بذوقك وانك معاك الامكانيات هي هتشيلك فوق راسها علشان يبقى المعامله رايح جاي وتبقى الدنيا حلوه، مش يبقى معاك وتسيبها تتبهدل في الشارع ومعاها اولاد ومعاها اطفال. فهنا في الحاله دي هقول لك الشرع ما امركش، لكن انت فين؟ ونقول الستات نكديه، ولا الستات نكديه ولا فيها معنى النكد خالص، عشان انت مش عارف تخش لها بالمدخل الكويس وبالكلمه الحلوه. طيب من حقها حضرتك انك تعمل لها مصروف لايدها متطلباتها الشخصيه، الا اذا كانت بتعمل. لو بتعمل انت مش من حقك تمد ايدك في فلوسها نهائي، تقول لها حطي حاجه في البيت ابدا، ولا هي تحط حاجه في البيت الا اذا كانت هي وذوقها برضو لو شايفاه يعني في ضيق ذات اليد. لكن هنقول لها على الاقل بقى حضرتك انت معاكي فلوس وبتشتغلي، حاجتك الشخصيه جابها لك، هو مش فرض عليه، مش فرض عليه، لا مش فرض عليه، جابها لك عشان هي بتشتغل، ده ذوق منه. ما جابهاش وانت جبتيها لنفسك، مشي المركب عشان تمشي. بص يا رضوى، ما هو لو كل حاجه هنقول هي عليه هي عليه هي عليه هي عليه، طب انت نزلتي تشتغلي، هو في استقطاع للوقت بتاع بيته، في تقصير في الوقت، في انت قصرتي مع الولاد، انت كده شلتي من عليه ايه؟ ما هو يقول لك اقعدي. الا اذا برضه كنت قبل الزواج متفقه معاه واخدني وانا بشتغل، فالعقد شريعه المتعاقدين. لكن في العموم احنا مش بنحبك الدنيا قوي قد ما بنقول ايه، ما كل واحد يعمل اللي يقدر عليه. يعني انا نفسي في حاجه وعايز اعملها، وهو جاب لي اسويره مثلا، وهو جاب لي، وانا نفسي في حاجه تانيه ومعايا وبشتغل وعندي دخل كبير قوي، يا ستي ما تحبكهاش كده وهاتي حاجتك لنفسك وما فيش مشكله، ما هو في النهايه حاجتك. وانت يا سيدي لو معاك امكانيات وامكانياتك عاليه جدا وجبتها لها، كتر الف خيرك، هتشكرك وهتحتويك وهتبقى الحياه بينكم جميله. انا بقول دايما للراجل اللي عنده الامكانيات الماديه بقول له ايه، هو الحاجه دي رايحه فين؟ ما هي في بيتك ولولادك. ما تقوليش بقى لا اصلها هتاخدها واصلها ممكن تبيعها بره واصلها ممكن تعمل مش عارفه ايه. يا اخي لازم يبقى في ثقه متبادله بينكم. طب خليني اسال حضرتك سريعا كده سؤال وحضرتك تقولي لا لا، لان دي اسئله المشاهدات مش اسئلتي. في الدين الاسلامي هل الزوج شرعا لازم يجيب عربية أو يوفر وسيلة مواصلات لمراته؟ يوفر وسيلة مواصلات في الحالي بس مش لازم تكون بالفخامة اللي هي يعني عايزها، بس لازم يوفر وسيلة مواصلات. هل في الدين الإسلامي المفروض أن الزوج يهدي زوجته؟ تهادوا تحبوا، ناخدها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن حتى إحنا بينا وبين بعض الغرب يهدي، فما بالك الزوجة. وبعدين مش قال لنا الكلمة الطيبة صدقة؟ الهدية كمان بتودد القلوب. صحيح. هل لو السيدة لا تعمل في حالة انها لا تعمل، واجب ان يبقى ليها مصروف شخصي طبعاً، بعيدا طبعاً عن البيت، بعيدا عن الاكل والشرب؟ طبعا. امال هتجيب حاجتها منين؟ هتروح تدور على واحد في الشارع يجيب لها احتياجاتها الشخصية؟ وكل انثى ليها احتياجات، فلازم يعمل لها مصروف على قدر ساعته يا ستي، على قدر ساعته. ما بقولوش روح اعمل قد كذا، بس يقولها انا امكانياتي كذا، دبري امورك وخدي المصروف الفلاني وهات احتياجاتك الشخصيه. واذا كانت تعمل؟ اذا كانت تعمل هو من ذوقه جاب لها، جاب لها ما جاب لهاش هي يعني تكبر دماغها وتمشي الامور وممكن هي تجيب حاجتها، لكن لو جاب لها ذوق منه تفضل، متشكرين. حضرتك بتسمعي عن الخناقات اللي بتبقى ما بين المتزوجين، ودي واحده من المشاهدات. فهو بيعمل مصيبه فهي بتقوله اكتب لي البيت باسمي، هل ده في الشرع؟ لا. هل ده لا طبعا، وبلاش تخربوا على نفسكم.
مش من حقها تقول له لو ما كنتش تكتب لي البيت الفلاني والعربية الفلانية والفلوس وتعمل لي شهادة كذا، أنا مش قاعدة، أنا واخدة الولاد وماشية. ليه؟ ليه التعجيز ده؟ إحنا مأمورين نعامل الأزواج كويس، والزوج كمان يعامل مراته كويس زي ما هي ليها هو كمان ليه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كل واحد ليه حقوق وعليه واجبات، وهو نفس الحكاية. أنا عايز أعرف إحنا ليه وصلنا للزمن ده البيوت خربانة بالطريقة دي؟ ليه كل واحد واقف متعنت للتاني؟ ليه كل واحد واقف عمال ماسك للتاني على الوحدة؟ يا ريت لو كلنا بس نطبطب على بعض ونحاجي على بعض ونحاول نعيش الحياة اللي ربنا مديها لنا هدية في سلام وسكينة، عشان ربنا أمرنا بكده. مع بعض كلنا نبقى حلوين قوي. وكمان في حاجة أنا عايز ألفت النظر ليها دلوقتي، السمة اللي هي خربة الدنيا كلها بين الإخوات وبين الأزواج وبين الأولاد والأباء، الفلوس، المادة. أنا لاحظتها من كل المشاكل اللي بيجيلي، المادة آخرها أخ أخد فلوس أخته من ميراثها لأن الأب توفى، وبقالها 20 سنة عمال ياخد في الفلوس بتاعت البنت ويضحك عليها، بقول لها معيش فلوس وأصل هديها لك، لغاية لما فجأة بتفتح حسابها وعملت له كارت بتلاقي حسابها فاضي، وهي يعني خلاص قربت من 50 سنة. بتقول لي أعمل إيه؟ قلت لها تعملي إيه؟ وهو بقى ابتلى ربنا يبتليه بابتلاءات كثيرة جدا، وفقد بيته وفقد زوجته وأولاده، يعني في مشاكل بينهم. فاهمة قصدي إيه؟ ليه الحياة وقفت؟ لأنك أكلت مال الناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ده أكل أموال الناس بالباطل. فتبص تلاقي كل مشكلة أساسها الفلوس. الفلوس. طيب ده كان السؤال اللي هيبقى دي، هل في ذمة مالية منفصلة ما بين الزوج والزوجة؟ طبعا. يعني هل طبعا طبعا طبعا، شوفي قلتها لك كم مرة، طبعا مالها هي حرة فيه، مش من حقه يقول لها بتاخدي كام ولا كسبتي كام ولا محوشة كام ولا معاكي كام، حتى لو هي مقتدرة ماديا أكتر منه. وإيه يعني يا حرة؟ ده مالها، وربنا اداها الحق ده، أهو الحقوق. الذمة المالية للزوجة من حقها، ومش من حقها يقول لها هاتي وحطي. وأنا قلت هي وذوقها، هي وأدبها، هي بتشوف البصيرة فين. لو شايفة إن هي مقتدرة وهو مش قادر، وبدل ما تحرجه تروح تدفع مصاريف الولاد كذا، لكن مش من حقه يقول لها فاضل معاكي كام ولا معاكي قد إيه. وهل من حقه إنه يقول لها روحي ادفعي مصاريف المدرسة؟ هي من ذوقها، شايفة زوجها مش قادر ومش مقتدر والولاد محتاجين، مش ده الدين أمرنا بكده؟ ده هي بتعطف على الغريب، مش هتعطف على أهل بيتها؟ صحيح. وكمان ما تحرجوش، وكمان ما تقولوش أنا رحت ودفعت، وفي أول خناقة تقوله فاكر لما اديتك وخليت. ما ينفعش تعمل كده. عشان كده بقول لكم يا جماعة، البيوت خربانة قوي، ولازم نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض، الأزواج والزوجات، ويتعاطفوا مع بعض ويحنوا على بعض شوية. بالراحة يا جماعة. صحيح. بالراحة، عشان الحياة مش مستاهلة. هل من حق الزوجة لو كان زوجها ميسور الحال انه يجيب لها حد يساعدها في البيت؟ طبعا طبعا، وكمان بدل الخادم يجيب لها 2، اذا كانت ممن تخدم، يعني بنت ناس ومن عيلة واصلا ما كانتش بتعمل حاجة، يعني عارفة بوقتها كده، او ذات منصب وذات قيمة وبتاع، حتى لو ما كانتش بتخدم في بيتها، بنت ناس وعيلة وبتاع، من حقها يجيب لها خادم يساعدها. ده انا حتى مرة اتذكر قلت في حلقة ما، ولو مرة في الاسبوع، لو مش مقتدر قوي او مش لاقي، يا اخي ولو مرة في الاسبوع تساعدها وتاخد بايدها، عشان هي تتفرغ لك. لانه الزواج مش ان انا اخش بس اخدم واطبخ واكنس وامسح، الزواج ده آية من آيات الله، وانت عايز واحدة تدلعك وتهننك. طب لما هي تبقى واقفة طول النهار بتخدم في البيت، هتديك ايه بالليل؟ ولا حاجة، nothing، مفيش اي حاجة خالص هتاخدها منها. لكن لما تعينها على انها تبقى حد بيساعدها والبيت ماشي، هتبقى هي مرتاحة، تكريم، اسمها مش بيوجعها، نفسيتها كويسة، هتساعدك. يقولك الزوجة لو باتت وما ادتش زوجها حقه، الملائكة تبتل عنها، الا المريضة، الا نفسيتها سيئة، سيئة المزاج، الا اللي مش قادرة، مش قادرة جسمها واجعها من كتر التعب والشغل، فما تجيش تلومها، فلازم توفر لها عشان تاخد قدامها حاجة تانية.
بما ان احنا دلوقتي بنتكلم الازواج والزوجات، وبما ان حلقه النهارده هي حلقه عن حقوق المراه في الدين الاسلامي، والحمد لله ابتدينا نفهم ان في كثير من الرجال بتتفرج علينا، فعايزين نقول قصه او اتنين، موقف او اتنين حصل فيه تكريم للمراه ايام سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه عليه افضل وسلم. الصلاه والسلام. لا دي حلوه، دي مش محتاجه تفكير خالص. تكريم للمراه، خدوا بقى دي اول امراه بلغت من الرسول صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة بالدعوه، والسلام. كانت السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. شوفي التكريم، كان قادر ربنا يخليه وهو ماشي رايح، لما الوحي جاله في الغار ويعني راجع البيت وبيرتجف وارتعش، كان اي حد قابله كان يقول له انا قابلني الوحي وقابلني كذا وقابلني كذا او حصل لي كذا، لكن دخل عليها هي بس وقال زملوني زملوني، يعني ايه؟ لفوني فوني. لفوني غطوني. فكان اول من بلغ، وده تكريم للمراه، امراه السيده خديجه رضي الله مدير عنها عن وارضاها، أرضها اول من امن من البشر بقى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، امراه هي السيده سيدة خديجه. خديجة كان ممكن مدير عن يبقى أرضها. سيدنا ابو بكر هو اول واحد، لكن هي كانت اول واحده. اول من نصر الدعوه والاسلام كانت السيده خديجه رضي الله عنها مدير عن وارضاها، أرضها. لما قعدت تهدئ من روع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له الحديث، وبعدين خدته ودته لابن عمها ورقه بن نوفل وبشره وقال له ربنا هينصرك، مش كده؟ دي بالتكريم للمراه. اول من استشهد في الاسلام نسيبه بنت عمار، امراه. اول من افتى واشار على النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم وكان والسلام المشوره من النساء السيده ام سلمة في غزوه الحديبيه، لما قال لها هلك المسلمون، جم دخلوا عايزين يخشوا مكه منعوهم الكفار، كان معاهم ايه؟ الهادي. فقالوا يعني هنعمل ايه لما الكفار هم احصروا، فلازم ينحروا الهادي ويرجعوا وهيخشوا السنه اللي بعدها. فالصحابه اغتموا، يا رسول الله مش قلت لنا هنخش؟ قال لهم انا قلت لكم السنه دي؟ ما قلتش السنه دي، احنا هنخش بس مش السنه دي، احلقوا قصوا وانحروا الهدي وكذا، يعني سكتوا. فدخل السيدة أم سلمة قال لها هلك المسلمون، قالت له ايه؟ قال لها امتنعوا عن تلبية الأمر. قالت له ادعوا حالقك وانحر هديك، فإن رأوك فعلت ذلك فعلوا مثلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمش حد وراح دبح الهدي وجاب الحلاق وأشار هنا وهنا وراح واخد الحلاق، فلما رأوه فعلوا مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فأنقذت المرأة المسلمون من الهلاك بالمشورة. وكتير كتير من القصص أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نقول دلوقتي المشورة ونطبقها على الزمن بتاعنا. يا أخي ما تقول لها إيه رأيك في الموضوع الفلاني، لازم تنزل تقعد على الكافيه عشان تروح مع صاحبك وتشوره في قصة ما ويديك فتوى زي مش عارفة ايه غلط جدا، وتروح رايح تقول لها انا بقول لك اعملي كذا، ما تشورها هي. نعمل ايه؟ معانا كام؟ هندي ايه الولاد؟ هنجيب منين؟ نقدر نمسك ايدنا فين؟ المشورة، المشورة دي شيء مهم جدا بين الرجل والمرأة. وانا علمتك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشير زوجاته، فاحنا لما نتعلم نستشير البنت لما نيجي نجوزها، مش اقول لها لو ما كنتيش هتتجوزي فلان الفلاني لانت بنتي ولا اعرفك ومحرومه من الميراث وهعمل فيكي، نستشيرها. هل حق البنت في الاسلام انها تختار زوجها؟ طبعا طبعا، لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. تستأذن، ما عندناش اكراه في الزواج، ده حق من حقوقها تقول اخده او ماخدوش. يعني ايه انت بتكسري كلامي؟ انت بتعصيني؟ انا حقي اقول عايزاه او مش عايزاه. الدين الاسلامي اداها ده، اباح لها ده، اباح لها انها في حاجتها وفلوسها دي اللي عندها نازله تشتري حاجه، مش من حقك تقول لها يعني ايه انا بقول لك ما تشتريش وتضيعي فلوس الولاد، تبيع وتشتري وترهن وتقبض وتعمل كل حاجة في أموالها. يا حر، عايزة تجيب حتة أرض تكتبها باسمها، يا حر يا حرة، فلوسها وربنا سبحانه وتعالى قال لها ليكي ذمة مالية منفصلة.
اعملي فيها اللي انت عايزاه. طيب احنا قبل ما نختم جرى حاجه دلوقتي سؤال على الهوا ضروري جدا. في واحده مش عايزه تدخل بس بصوتها بس هي يعني هم قالوا لي القصه دلوقتي هي بتتكلم. زوجها الحالي كان متزوج من اخرى وخلف منها ويعني ميسور الحال، وهي جوزته وخلفت منه 2. هي بتطلب منه على حياه عينه انه هو يقسم التركة او الفلوس بتاعته بقسمة العدل ما بين الطفل الاول وما بين الطفلين دول، وهو عايش علشان علاقة الطليقة بالزوجة مش حلوة والولد علاقته بالولدين مش حلوة. لا هو الامر يرجع له هو، هو من حقه يهب في حياته اللي هو عايزه ان شاء الله التركة كلها، يقسمها بين دول ودول يعمل، لكن يوصي تلت تركة في الوصية، تلت تركة، لكن الهبة من حقه يهب اللي هو عايزه، يقسم بقى في حياة عينه، ما يقسمش بتبقى هبة بيع وشراء بينهم وبين بعض كده خلاص، لكن ما يسيبها بشرع الله سبحانه وتعالى هتتوزع بعد ما هي بتقول له قسمها بشرع ربنا. لا بس ما يقسمش، ما يقسمش لا يسيبها تتوزع بعد كده ميراث، لكن لو عايز يهب حاجة لحد يهب اللي هو عايزه، بس هي ما تفرضش عليه تقول له لازم تعمل كده، هو مزاج مش من حقها انها تطلب منه. لا ما تفرضش عليه، هو مزاج، عايز يهب حاجه ويكتبها لحد هو حر، مش عايز برضه هو حر، عشان هي بتقول انها خايفه من الخناقات اللي هتحصل. لو ما فيش خناقات لانه هيجوا يجتمعوا الاخوات مش كلهم من اب، هياخدوا بقى، هياخدوا الصبيان هياخدوا نصيبهم، للذكر يصل حظ الانثيين والبنات هتاخد نصيبها وخلاص، وكل واحد هيتجمعوا عدد اللي موجودين وهياخد نصيبه بشرع الله. لكن نقول بقى ما كنتش هتقسم دلوقتي انا مش عدالك في البيت، ما هو انا بقول اهو الستات اللي زي دي تخرب البيت. يعني هيك نورتي الدنيا والله وجزيل الشكر والله، وانا عجبني موضوع الذمه المليان منفصله ده، عشان دي انا اول مره اعرفها. انا فاكره انه خلاص طالما الاثنين متجوزين يبقى هو من حقه ان هو يعني يتحكم لا في فلوسها. لا خالص الحمد لله. شكرا لفضيلتك يا حضرتك لبيتي دعوتنا النهارده، وشكرا ان انت عرفتينا ايه هي حقوق المراه في الدين الاسلامي. شكرا لحضرتك وللمشاهد. شكرا جزيلا. مشاهداتي عزيزتي وبناتي الحبيبات، خلصت فقرتنا كمان، خلصت معاهم حلقتنا كمان، خلصوا الثلاث حلقات بتوع الاسبوع ده، انا مش عارفه ازاي. لو لينا العمر باذن الله ان شاء الله اشوفكم يوم الخميس اللي جاي الساعه 6 حلقه جديده من هي وبس.